تعالوا نفكر مع بعض كمية المي المهدورة نحن عم نغسل إيدينا كل يوم أو نحن عم نفرش أسناننا إذا تركنا الحنفية مفتوحة. المواد التنظيفية اللي مليانة مواد كيميائية عم تنكب بهذا البحر وبترجع لنا بالأكل والشرب وبتسبب لنا أمراض مميتة. المسؤولية المجتمعية بتبلش منكن ومني. أنا جوزيفين صغير بنت الجبل قررت حط نقطات تحت كل شجرة توفر 50% من مي الجر، بنفس الوقت بغسل إيدي بالصابون البلدي. ناخد خطوة لقدام ما بدها كتير، نغير عاداتنا ما بدها كتير. أنا عملتها، صار دوركم.